ونركز اليوم على سهم أمريكا. حول هذا السهم تنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار. أهلا وسهلا بك ماري. كيف نقيم نتائج أمريكا اليوم؟ صباح الخير محمد ويعطيك ألف عافية. يعني كيف نقيم هو شوية موضوع طويل، بس خلينا بس ناخد فكرة من البداية. يعني وقت اللي نحن بلشنا الإدراج تبع الطرح المزدوج تبع أمريكانا بين سوقي أبو ظبي والسوق السعودي، كان في إقبال جدا قوي من المستثمرين، وحتى أنه السهم شهد ارتفاعات قوية وصل لحدود لأكثر من 65%، ولكن من أعلى مستوى لحديت اليوم تراجعات مستمرة، والتراجعات عم بتكون حادة. يعني من ال 67% أو 65% اللي كانت الارتفاعات لها، تراجع السهم بحدود ال 47%، توصلنا لمستويات اللي كنا عليها اليوم. إذا بدنا نحسب مع تراجعات اليوم، صرنا بحدود ال 50% تراجعات من أعلى مستوى وصل له السهم بال 2023 سبتمبر عم نحكي نحن. هلأ من بعد هذه المرحلة نحن كلنا بنعرف أنه في عنصر أساسي أثر بالنسبة للشركة على الأرباح تبعه وعلى الإيرادات، يلي هو عنصر الأوضاع الجيوسياسية أو عنصر المقاطعة، يلي هو واجهته المنتجات تبع الشركة أو حتى المحال التجارية تبعها بالفترة الأخيرة، أدى أنه يصير في عنا تراجع بالأرباح تبعها بالأرباح. هذا الشيء أثر على الأداء. هلا نحن إذا بدنا نجي نطلع بالربع الرابع من 2023، تراجعت إيرادات أمريكانا محمد بحدود ال 20%. هذه التراجعات ثلاثة تراجعات إضافية بالربع الأول، قبل ما نرجعنا شفنا شوية ارتدادة لحدود ال 550 مليون دولار بالربع الثاني، ورجعنا هلا على نوع من استقرار إذا بدنا نقول بهذه المرحلة. وحتى التوقعات المستقبلية ما بتقول في هذا النمو الكثير كبير بالنسبة للربع الرابع والربع الثالث. هلا البعض بيقول انه هذه ايجابيه، انه الايرادات رجعت ارتفعت واستقرت عن مستويات محدده، ولكن في عنصر كثير اساسي انه خلال هذه الفتره من بدايه العام لليوم امريكانا افتتحت 113 محل جديد. يعني وقت اللي نحن عم نقول على افتتاحات جديده لمحلات جديده، مفروض انه باي ديفولت انه تزيد الايرادات تبع الشركه، مش تستقر عند المستويات اللي هي موجوده. وهذا السبب انا برايي بهذه المرحله لا يعود فقط لموضوع الاوضاع الجيوسياسيه. تفضل محمد. يعني انا سؤالي كان يعني ما سبب اقدام الشركه برايك ماري لافتتاح فروع جديده، التوسع في هذا الجانب رغم هذه الضغوط من التوترات الجيوسياسيه والمقاطعه، كيف نفسره؟ هلا محمد في شغله كثير اساسيه، انه الشركه حاطه استراتيجيه توسعيه كانت من الاساس، وعندها كاش فلو كان مفروض انه هي تستخدمه في مكان ما. بس وقت اللي نحن بنكون عم نتكبد خسائر او تكاليف بين الفيكست والفاريبل يلي هي موجوده دائما بالشركات بدون ما يكون في عندنا تعويض من قبل الايرادات، بتكون هيدي الافتتاحيات تبع المتاجر الجديده رغم الهيكليه التوسعيه اللي عم تتبعها الشركه سلبيه او نتيجتها سلبيه بهذه المرحله. هلا يمكن الشركه معتبره انه بس تنحل المشاكل الجيوسياسية وتنتهي الحرب انه نرجع نشوف ايرادات، ولكن بحسب البيانات المالية التراجعات بصافي الارباح لا يعكس هذه الارتداد، ولا يعكس انه الاوضاع الجيوسياسية هي فقط العنصر اللي عم بيأثر، وانما في عنصر منافسة شديد بالقطاع العام ككل وحتى على الشركات اللي هي ضمن هذا القطاع. ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار، شكرا جزيلا لك على يعني قراءة وتقييم هذه النتائج لشركة أمريكانا.